جزاكم الله خيرا. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بأنه شاب في 25 من العمر ويرغب من الزواج من فتاة، يقول ولكن شقيقي قد رضع معها. لا مانع من ذلك إذا لم ترضع أنت معها، وإنما هي أخت لشقيقك فلا مانع من ذلك، لأن الرضاع لا يسري عليه ولا تنتشر الحرمة عليه. نعم.